لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قرار جديد من الحكومة المغربية اليوم. المملكة الأردنية تفتح قنصلية بالصحراء المغربية. منظمة الصحة العالمية تفاجئ المغرب. جو بايدن يرسل أضخم حامل للطائرات بالعالم. وأخيرا الحكومة الألمانية تخرج عن صمتها بقرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المغرب. شاهد التفاصيل. صادق مجلس حكومة يوم الخميس بالرباط برئاسة التعديل العثماني على تمديد مفعول حالة الطوارئ الصحية التي تنتهي يوم 10 مارس الجاري المقبل إلى غاية 10 أبريل المقبل، أي مدة شهر إضافية. وقدم وزير الداخلية عبد الوفي فتيت أمام أنظار المجلس الحكومي مشروع مرسوم رقم 22526 بتمديد مدة سرايا مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطنية لمواجهة فيروس كورونا. افتتحت المملكة الأردنية الهاشمية يوم الخميس بالعيون قنصلية عملها بجهة العيون الساقية الحمراء. وترأس حفل الافتتاح السيدان ناصر بوريطة وزير خارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية. وبلغ عدد القنصليات العامة التي تم افتتاحها بمدينة العيون منذ العام قبل الماضي 11 قنصلية. وحذت المملكة الأردنية الهاشمية حدو دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجزر القمر والغابون وجمهورية إفريقيا الوسطى وساو تومي وبرنسيت وكوت ديفوار وبروندي ومملكة إسوانتي وزامبيا. أكد مكتب منظمة الصحة العالمية بالمغرب يوم الأربعاء أن المغرب من بين الدول العشر الأولى التي أكملت في نجاح تحدي التلقيح ضد كورونا. وهنأت تمثيلية منظمة الصحة العالمية المملكة على هذا النجاح قائلة على حسابها بتويتر: مبروك على نجاح هذه الحملة. وأوضحت وزارة الصحة في نشرتها اليومية لنتائج رصد الوباء لكوفيد 19 اليوم أن عدد المستفيدات والمستفيدين من الجرعة الأولى من التلقيح بلغ 3,745,173 شخصا، فيما بلغ عدد المستفيدين والمستفيدات من الجرعة الثانية 360,689. جدير بالذكر أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس كان قد أشرف يوم 28 يناير الماضي بالقصر الملكي بفاس على إطلاق الحملة الوطنية للتلقيح ضد فيروس كورونا. وترم هذه الحملة المجانية لجميع المواطنين طبقا للتعليمات الملكية السامية تحقيق المناعة لجميع مكونات الشعب المغربي حوالي 80% من السكان وتقليص ثم القضاء على حالات الإصابة والوفيات الناتجة عن هذا الوباء واحتواء تفشي الفيروس. يجري المغرب والولايات المتحدة الأمريكية تدريب عسكرية بحرية مكثفة تحت اسم مصافحة البرقة خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري من أجل تعزيز الاستجابة للتهديدات الأمنية ورفع من قدرات القوات البحرية سواء المغربية أو الأمريكية في مجال المواجهة العسكرية البحرية. وحسب بلاغ توصل به موقع الصحيفة من السفارة الأمريكية بالمغرب فإن هذه التدريب العسكرية البحرية تشارك فيها حاملات الطائرات الأمريكية العملاقة وفرق من البحرية الأمريكية إضافة إلى فرق من القوات البحرية الملكية المغربية والقوات الجوية الملكية المغربية. ووفق ذات البلاغ فإن هذه التدريب والمناورات العسكرية بين الأمريكيين ونظرائهم المغاربة تشمل التدريب على الحرب السطحية بين السفن والحرب المضادة للغواصات المائية والحرب الجوية والهجومية إضافة إلى التدرب على القيام بالدعم اللوجستي المشترك وعملية الاعتراض البحرية. وقال الأميرال سكوت أحد قياد البحرية الأمريكية نيابة عن باقي العناصر المشاركة بأنه يشرفنا المشاركة في هذا التمرين البحري الثنائي التاريخي بمناسبة 200 عام من الشراكة الدائمة مع المغرب، مضيفا أن تمارين مصافحة البرقة تعمل على تعزيز قدراتنا الثنائية ودعمنا المستمر للالتزام بأمن المنطقة. وفي هذا السياق أوضح بلاغ السفارة الأمريكية أن تمارين مصافحة البرق
تزيد من قدرة القوات البحرية الأمريكية والمغربية على العمل معا لمعالجة التخوف الأمنية وزيادة الاستقرار في المنطقة. وتشارك هذه التمارين عدد من السفن البحرية الأمريكية والمغربية إضافة إلى طائرات عسكرية هجومية ومروحيات، حيث يحضر من الجانب المغربي فرقة بحرية ملكية مغربية التي تحمل اسم طارق بن زياد ومقاتلة من نوع F5 و F16 وطائرة هليكوبتر من طراز بانتر، إضافة إلى مشاركة طاقم العمليات في مركز العمليات بالبحرية الملكية ومركز القوات الجوية الملكية. وتنضاف هذه التمارين العسكرية الثنائية بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية إلى مجموعة من التدريبات الثنائية التي يجريها البلدان في أوقات متفرقة من السنة، إضافة إلى أن المغرب ينتظر أن يحتضن في يونيو المقبل تمارين الأسد الإفريقي العسكرية التي تجريها الولايات المتحدة الأمريكية بتنسيق مع المغرب ومشاركة العديد من البلدان الإفريقية والعالمية. أكدت الحكومة الألمانية يوم الأربعاء أنها استدعت السفيرة المغربية في برلين لمشاورات عاجلة بعد إعلان رباط تعليقها والتواصل مع السفارة الألمانية. وقال المتحدث باسم الوزارة الخارجية كريستوفر في مؤتمر صحفي حكومي في برلين أمس: استدعينا السفيرة المغربية لمشاورات عاجلة في وزارة خارجية لتوضيح تقارير بشأن أحداث في المغرب. وأضاف: بنظرنا لا يوجد سبب لفرض قيود على العلاقات الدبلوماسية، ألمانيا والمغرب تعاونتا عن كتب منذ عدة عقود وهذا بنظرنا في مصلحة البلدين. وشدد على أن لا شيء تغير في سياسة ألمانيا تجاه المغرب. الاثنين: أعلنت الرباط أنها قررت تعليق كل أشكال التواصل مع سفارة ألمانيا في المغرب بسبب تبانيات عميقة مع برلين في ملفات عدة من بينها قضية الصحراء المغربية. وفي رسالة موجهة إلى رئيس الوزراء نشرتها وسائل إعلام محلية الاثنين، قال وزير خارجية ناصر بوريطة: إن القرار هو بسبب سوء تفاهمات عميقة حول ما يخص قضايا أساسية للمملكة المغربية. ومساء الاثنين أكد مسؤول رفيع المستوى في وزارة خارجية المغربية لوكالة فرانس بريس أن المملكة المغربية تريد الحفاظ على علاقتها مع ألمانيا، إلا أن القرار هو بمثابة تنبيه يعبر عن استياء إزاء مسائل عدة ومن القضايا الخلافية بين البلدين بحسب المسؤول المغربي موقف ألمانيا بشأن الصحراء المغربية وانتقادها قرار الولايات المتحدة الاعتراف بمغربية الصحراء، كما هو استبعاد الرباط من المفاوضات حول مستقبل ليبيا خلال مؤتمر نظمته برلين في يناير 2020. ويرتبط المغرب بعلاقات جيدة عموما مع ألمانيا التي تقدم لها مساعدة مالية كبيرة. نشكركم على حسن المتابعة.